110 سنة الوجود ديال الشركة العامة في المغرب. قررنا هاد السنة نعملو نفتخروا بواحد الجانب الأساسي عندنا واللي ما معروفش بزاف عند الناس، هو الجانب الثقافي. كيفاش الشركة العامة ساهمت في إغراء الحقل الثقافي والحقل ديال لابانتور مودرن. ومع صديقي السي مهدي قطبي الفكرة ديال أنه نقدو من الكوليكسيون، أن واحد الكوليكسيون هائلة ديال أكثر من 1200 لوحة لتتعبر على واحد المجموعة ديال مدارس ثقافية في المغرب. الفكرة كانت أنه نقدو 110 ديال لوحات ونحطوهم ونعملوهم هنا في الموزي محمد السيس باش الناس تعرف هذا الجانب، ومن بطو نعرفوا الناس بهذا لاغيشيس بهذا الكنز اللي عندنا. ومن بطو قلنا في هذه المناسبة انه غادي ان شاء الله غادي نفتحوا غادي نشغلوا العام الجاي الموزي ديال لا سوسيتي جينيرال، متحف اللي غادي يكون في الدار البيضاء في المركز التاريخي ديال سوسيتي جينيرال اللي في كازابلانكا في الدار البيضاء في شارع محمد الخامس، واللي غادي تكون فيه عرض دائم اللي غادي نقدروا مع ان شاء الله مع الشباب ومع جميع المؤطرين الثقافيين نغنيوا الساحة الثقافية في المغرب. معرض 110 عمل إبداعي فني، 100 سنة من 110 سنوات من الوجود ديال هذه المؤسسة البنكية التي تتوفر على هذه المجموعة المتحفية القيمة. اليوم سنقوم زيارة لهذا المعرض الفريد من نوعه على اعتبار أنه يمثل مسار لتكوين مجموعة متحفية متوازنة من قبل مؤسسة بنكية، وأظن أنه من المفيد جدا بالنسبة لتاريخ الفن في المغرب الوقوف على مجموعة من الأمثلة بشكل تدريجي وبشكل متوالي، مجموعة من الأمثلة التي شهدها هذا المسار على كما قلت منذ الستينيات من القرن الماضي بدأت تكوين مجموعات متحفية إما من قبل المؤسسات الرعية أو من قبل المؤسسات المتحفية، وبالتالي فالوقوف عند على هذه المجموعة سيمكن من جهة من الاطلاع على مسار الإبداعي في التشكيل المغربي منذ بداية القرن إلى الآن، كما سيمكن أيضا من الوقوف عند هذه التجربة الفريدة والتي ستمكن أيضا من الاطلاع على أعمال قيمة لم يكن بالإمكان رؤيتها على اعتبار أنها كانت موجودة في مخازن هذه المؤسسة المالية. والمتحف بطبيعة الحال يوكل إليه أمر التعريف بالمؤسسة بالمجموعات المتحفية، فلهذا ارتأى في إطار شراكة بين المؤسسة الوطنية للمتاحف متحف محمد السادس والشركة المغربية الشركة المغربية العامة، ارتأى تقديم هذه المجموعة المتحفية التي تسطر كما قلت المسار الإبداعي الفناني المغاربة منذ أعمال بن علي الرباطي إلى الأعمال الراهنة لفنانين معاصرين مغاربة.